خلونا نبدأ بالسؤال الأول اللي بدينا في المحاضرات، نفتح برنامج الساب. السؤال الأول كان عندنا عبارة عن بيم. بيم مكون من عدة سبانات، كان في عنده سبان كنتليفر 2 متر، سبان 7 متر، سبان 6 متر، وسبان برضو 6 متر. إذن عندنا 4 سبانات. أول شيء بحول الوحدات، بحط الوحدات كيلو نيوتن متر، بروح بعمل فايل نيو موديل. في العادة الساب بعطيني أشكال مقترحة، الشكل تبعي هو عبارة عن جسر، ففي ضمن الأوامر أمر جسر. مع ذلك إحنا الشكل العام اللي دائما برسم لنا أي شكل هو الجريد أونلي، فراحين نستخدم أول مرة الجريد أونلي. حاطط لنا إكس دايركشن، واي دايركشن، زد دايركشن. الكل بيعرف إنه البيم في الساب بنرسمهم بالإكس زد بلين، المسافات بنحطهم باتجاه الإكس. فإذا إحنا عنا 4 سبانات بقدر أمثلهم بخمس نقاط، مع ذلك إحنا استخدمنا في محاضرتنا 6، فراح أستخدم 6. بالواي دايركشن حستخدم نقطة واحدة، بالزد نقطة واحدة، المسافات الإكس مش ثابتة. إذا بعمل أوكي. هيك الساب تلقائيا بيفتح لي شاشتين، واحدة 2D واحدة 3D. هلا أنا بلزمني شاشة واحدة لأني برسم في البيم، فبسكر أي شاشة منهم. على سبيل المثال بسكر شاشة 3D وبروح على صفحة 2D وبعمل إكس زد بلين. الآن إحنا بنعرف عملية التصميم أو عملية حل أي سؤال على الساب بنقوم بعدة خطوات. أول خطوة بعمل ديفاين للجريد، ثاني خطوة بعمل ديفاين للماتيريال والسكشنز واللود باترنز واللود كومبينيشن، ثالث خطوة برسم، رابع خطوة بعمل اساين للسبورتس وللسكشنز وللودز. الخطوة اللي بعديها ببدا عملية التحليل. الخطوة السادسة بتأكد انه النتائج مظبوطة، والخطوة الأخيرة ببدا عملية التصميم. احنا هلا في الخطوة الأولى، الخطوة الأولى نعرف الجريد. فتعال أعرف الجريد، بعمل رايت كليك ايديت جريد داتا، أو بروح على ديفاين كوردينيت سيستم جريدز. في الحالتين بوصل على نفس الصفحة، بعمل موديفاي شو سيستم وبعطيني الساب خيارين، يا اما اوردينيت او سبيسنج. هلا الاوردينيت بحط المسافات التراكمية من عند الصفر اللي فرض لي اياه الساب، الكل شايف المحاور اكس وزد، بحط مسافات تراكمية. اذا رحت على سبيسنج بحط المسافة كل سبان. اول سبان احنا حسب الارقام اللي اخذناهم في المحاضرة كان 2 متر، ثاني سبان كان 7 متر، ثالث سبان 3 متر، رابع سبان 3 متر، واخر سبان كان 6 متر. وبعمل اوكي، كمان مرة اوكي، وبكبر الشاشة مشان يكون مملي كل الشكل الامامي. هيك بنكون خلصنا اول خطوة اللي هي ديفاين جريد. الخطوة اللي بعديها ان نعرف الماتيريال، فبروح على قائمة ديفاين، واول امر فيهم عبارة عن ماتيريالز. الساب تلقائيا بفرض لي 2 ماتيريالز، واحدة كونكريت وواحدة ستيل. ال 4000 بي اس اي هاي كونكريت، والدليل عليها انه لما افوت موديفاي شو ماتيريال راح القى التايب كونكريت. المادة الثانية A992 افيد 50 هاي حديد ستيل، الدليل لما اعمل موديفاي بلقاها ايش؟ ستيل. هلا شباب احنا قدامنا لتعريف الماتيريال 3 طرق، اما بروح على اد نيو ماتيريال، او بختار ال 4000 بي اس اي وبعمل لها موديفاي وبعدلها، او بختار ال 4000 بي اس اي وبعمل لها اد كوبي اوف ماتيريال. اي طريقه من هدول الطرق شغاله، ولكن اذا انا اخترت ال 4000 بي اس اي وعملت لها اد كوبي للماتيريال، بعد التيرم بلزمش اعدلهم، فبختار ال 4000 بي اس اي وبعمل اد كوبي اوف ماتيريال. هلا احنا بنسمي كل ماتيريال باسمها. الماتيريال اللي عندي اسمها كونكريت، فبكتب سي او ان اختصار لكونكريت، وبحط اف بار اوف سي تبعتها. اف بار اوف سي تبعت الماتيريال كانت 28 ميجا باسكال، جاما كانت معطي معنى انها 25. ايه المودولس اوف الاستيستي، المودولس اوف الاستيستي بحسبها عن طريق القانون 4700 جذر اف برايم اوف سي. لو حسبتها راح يطلع معي 2.5 ايه 7. طبعا لازم انتبه للوحدات اللي عندي، الوحدات اللي عندي كيلو نيوتن متر، فبعوضها بطلع معي الرقم 2.5 اي 7. البوزنز ريشيو منطقية للخرساني 0.2،
الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن مش معطي معانا ما بقدر العب فيها لاني ما راح احط اي حمل كتمبريتشر. الاشي الوحيد اللي بقدر اغيره واللي انا معاي قيمه اف برايم اوف سي. اف برايم اوف سي من اسم الماده 28 ميجا باسكال، وده احول من ميجا باسكال لكيلو نيوتن متر بحط 3 اصفار، يعني بضرب الرقم تبع الميجا باسكال ب1000 وبعمل اوكي وكمان مره اوكي. هاي هيك عرفت الماتيريال. الخطوه بعد ما اعرف الماتيريال بضطر اعرف السكشن، فبروح بعمل ديفاين سكشن بروبرتيز. بدي اعرف السكشن، السكشن راح نستخدمه في مختبر خرسانة 2 نوعين، اما فريم سكشن او اريا سكشن. فريم سكشن راح استخدمهم اذا برسم بيم او كولوم. الاريا سكشن راح استخدمهم لما ارسم السلابات او الاسقف كما هي. فاحنا السؤال تبعنا كان بيم، فالبيم بالرسم على ايش؟ على فريم سكشنز. لما افتح صفحه فريم سكشن ما يكون السلاب معرف لاي ماتيريال، فتعرف سكشن بروح على هاد النيو بروبرتي. اذا كانت الماتيريال تبعت ستيل فهي عباره عن الاشكال المقترحه في ستيل، وهي فعليا هي الاشكال الشائعه على ماده ستيل. بس احنا الماده تبعتنا كونكريت، فبختار بدور على اسم كونكريت بلكة كونكريت، فهي الاشكال المقترحه. الشكل تبع السؤال تبعنا كبيم كمستطيل، انا اقرب شيء عليه اما الريكتانجولر، فبكتب عليه ريكتانجولر. احنا السكشن تبعنا كان عباره عن بيم 400 ملم ضرب 700 ملم. اي يعني 400 ملم عرضه و700 ملم الدف تبعه. الماتيريال اللي عندي مش 4000 بي اس اي، الماتيريال اللي عندي كونكريت 28 ميجا باسكال. الدبث اللي عندي من الاسم السكشن 0.7، الويت 0.4. طبعا مهم جدا انتبه على الوحدات اللي عندي، انا وحدات عندي هون متر، الارقام اللي فوق كنت كاتبهم بالاسم بالمليمتر. هلا لازم احكي للبرنامج انه يا ساب افهم انه هاي البرنامج ماده ايش؟ بيم. فبروح على كونكريت رينفورسمنت، احكي لي الديزاين تايب هل هو كولوم ولا بيم. احنا عندنا هذا اسمه بيم، فبكبس على بيم. الاشي المهم في تصميم الجسور هي عباره عن مسافه دي، لانه احنا اخذنا تصميم المومنت عباره عن فاي اريا اوف ستيل في افيلد في دي ماينس اي على 2، ودي بتساوي اتش ناقص الكفر. فالساب معطيني خيار احط الكفر العلوي والكفر السفلي، معطيني توب وبوتوم، لانه انا بعرف في الكونتينوس بيم المومنت عند السبورس بكون علوي، فبدي حديد علوي فبدي الكفر من فوق، وفي سنتر سبان راح يكون حديد سفلي فبدي الكفر من تحت. هلا الساب مقترح رقمين 0.06 0.06 متر، يعني 60 ملم. هذا الكفر بيكون للسنتر للحديد، وهذا الرقم منطقي لانه احنا بنعرف انه الكفر 40 ملم كلير كفر، و10 ملم كانت الفاي 10، وانه فرضنا انه عندنا فاي 20 نصهم بيطلع 10، فبالتالي بيطلع 0.06 ماله رقم منطقي. هلا الساب بعرف لي ماتيريالز للتسليح اسمها ريبار ماتيريال. هلا هذا حديد التسليح مختار للونجيتودينال بارز حديد الطول للكونفاينمنت بارز نفس الماتيريال. احنا في السؤال اللي عندنا كان عباره عن نفس الماتيريال. هلا الماتيريال اللي عندنا كانت افيد ل 420 ميجا باسكال، الساب معطيني جريد 60. الجريد 60 عباره عن افيد 414 ميجا باسكال. اذا بدي اتاكد من الرقم بضرب الرقم 60 بسبعه، وفعليا التحويل مش بسبعه، في 6 بوينت اشي. هلا احنا نفترض ان بدنا نعدلها، بروح على الزائد اللي بجنبها سواء عند الميدنر ريبارز او كونفايمنت بارز، بروح بدور على الاسم. الاسم عندي اي 615 جريد 60، بدور على اي 615 جريد 60 وبعمل لها موديفاي وشو ماتيريال. بسمي الماتيريال ريبار شحطة 420 ميجا باسكال. الساب تلقائيا يمكن معرف لي الجاما، الجاما صحيحة. اي احنا بنعرف للحديد عبارة عن 200 جيجا باسكال، الساب ماخذها 199.9 جيجا باسكال، ما راح تفرق النتيجة. احنا فايتين على هاي الصفحة بس مشان نعدل مينيمم ييلد ستريس افيلد،
بدل ما احط 413 ميجا باسكال بحطها 420 ميجا باسكال. تعال احول من ميجا باسكال لكيلو نيوتن متر، شو بلزمني احط 3 أصفار. بعدل الرقم هذا وبعمل اوكي، كمان مرة اوكي. هاي هيك عرفت حديد التسليح، بعمل اوكي. هلا في امر في الساب اسمه سكشن بروبرتيز، هذا السكشن بروبرتيز بعطيني كل خصائص المقطع اللي عندي من اريا، من تورجن كونستان، من مومنت اوف انيرشا وغير هيك من الامور. بعمل اوكي بس هذا مشان اتعرف على خصائص المقطع اللي عندي. بعمل اوكي كمان مرة اوكي وكمان مرة اوكي. احنا تعودنا وإن نعودكم نعمل سيف بعد ما نعمل السكشنز. طبعا وين نعمل سيف؟ بدنا نعمل احنا على سطح المكتب. بعمل رايت كليك نيو فولدر، نحن اتفقنا انه لازم نحط ملف الساب الفولدر، وبسمي هذا الفولدر رينفورست كونكريت تو، بفتح جوات وبسمي الملف اسمه بيم وبعمل سيف. وهيك خلصنا اول خطوة اللي هي ديفاين جريد وديفاين ماتيريالز وسكشن. الان هلا وصلنا ديفاين لود باترن، بروح على ديفاين وبضلني نازل عند لود باترن. هلا احنا اللود باترن في عندنا نوعين من الاحمال، حمل من الديد وحمل من اللايف. فهو الساب تلقائيا معرف لي الديد وحاط لي اقبالها واحد. بروح بكتب لايف وبحط التايب لايف وبخلي الفاكتور صفر وبعمل عادي نيو لود باترن. ايش قصة الرقم واحد والرقم صفر؟ الساب المبرمج اللي عمل البرنامج عمله زي اي برمجة اي برنامج تاني، عرف 3 أسطر. السطر الاول اضرب الطول بالعرض، احنا حطينا للساب الطول بالعرض. السطر الثاني حكى اضرب الناتج للسطر الاول بجاما، واحنا دخلنا برضو للماتيريال جاما. السطر الثالث بحكي اضرب الناتج اللي في السطر الثاني بالرقم اللي حطيته في السلفيت ملتي بلاير وحطه كايش؟ كالمجموعة اللي عنده. فعقبال الديد انا حاطط 1. يعني الساب ايش بعمل؟ بضرب الطول بالعرض بالكثافة وبضربها بواحد وبحطها كديد. هل منطقي انه يكون وزن الجسر ديد لود؟ طبعا منطقي، مشان هيك دائما بحطه هون 1. هل منطقي يكون وزن الجسر لايف لود؟ طبعا لا، فمشان هيك بحطه 0. فهيك بلغي الاون ويت كلايف لود، بس بخلي الاون ويت كايش؟ كديد لود. وبعمل اوكي. هلا بعد ما عرفت اللود باتن، في عملية تعريف اللود باتن فقط خليت برنامج الساب يحط بذاكرته انه انا في عندي نوعين من الاحمال، واحد ديد واحد لايف. هلا لازم احكي له كيف يتصرف معاهم. كيف يتصرف معاهم؟ بتم عن طريق اللود كومبينيشن. فبروح بعرف ديفاين وبضلني نازل لللود كومبينيشن. هلا احنا اخذنا انه في عندنا تو التيميت لود كومبينيشن، هم 1.2 ديد زائد 1.6 لايف، والثاني 1.4 ديد. واخذنا انه تاخر الديفليكشن، انا بقرا الديفليكشن من الحمل الموجود، فلازم تاخر الديفليكشن بروح بقرا من السيرفيس لود. وفي امر اخذناه في خرساني واحد ايش اسمه الانفلوب. هذا الانفلوب بعطيني اكبر قيمه، فبعطيني اكبر قيمه لاي من المومنت للشير للرياكشنز للديفليكشنز لاي شيء بدي اياه. فبروح بعمل اد نيو كومبينيشن، بسمي الكومبينيشن الاولى التيميت 1.4 ديد لود، وبحط عقبال الديد سكيل فاكتور 1.4 وبعمل اد. صارت اللود كومبينيشن معرف انها عباره عن 1.4 كديد، وبعمل اوكي. بعمل اد نيو كومبينيشن وبعرفها بسميها التيميت 1.2 ديد لود زائد 1.6 لايف لود. عقبال الديد بحط 1.2 وبعمل اد، وبكبس على السهم بدور على كلمة لايف وبحط بدل 1.2 1.6 وبعمل اد.
هيك عرفت اللود كومبانيشن الثاني بعمل اوكي. نيجي نعرف السيرفيس لودز بعمل اد نيو كومبانيشن بروح بسميها سيرفيس عقبال الديد بحط واحد عقبال اللايف بحط واحد لانه معنى كلمه سيرفيس الحمل الموجود عندي عباره عن واحد ديد زائد واحد لايف وضلت اخر لود كومبانيشن عندي اللي هي الانفلوب اللي بختار الاكبر بين الالتيميت الاولى والالتيميت الثانيه وبروح اعمل اد نيو كومبانيشن وبسميها انفلوب وبختار التايب تبعها انفلوب وبختار الالتيميت الاولى وبخلي سكيل فاكتور واحد بعمل لها اد وبخلي الالتيميت الثانيه بسكيل فاكتور واحد وبعمل لها اد وبختار التايب. اهم اشي في الخطوه اني اختار التايب انفلوب فهيك بختار الاكبر من واحد التيميت واحد او واحد التيميت اثنين وبعمل اوكي كمان مره اوكي. هاي هيك خلصنا اول خطوتين اللي هم ديفاين جريد وديفاين ماتيريالز وسكشنز ولود باتنز ولود كومبانيشن. الخطوه بعديها بنرسم. اوامر الرسم موجوده على شريط الادوات اللي على اليسار. في عندنا امرين للرسم. اول امر اسمه درو فريم كيبل اليمنت والثاني كويك درو فريم كيبل اليمنت. كلكم بعرف انه لو كبست على كويك درو فريم اليمنت على الخط الابيض برسم للبيم، بس احنا بنحب الطريقه التقليديه اللي متعرفنا وين بدايه المنبر وين نهايه المنبر. فبروح على درو فريم كيبل اليمنت وبختار اسم السكشن بيم 400 ب700 وببدا من اول نقطه لثاني نقطه لثالث نقطه رابع نقطه لخامس نقطة لآخر نقطة. بعمل اسكيب بس اخلص الامر. هيك بكون رسمت الجسر. هلا الخطوة اللي بعديها نحط الساين للسبورت. انا بعرف انه عندي السبورت بي وسي واي. في عندي رولر فبختار بي وسي واي وبروح على الساين جوينت ريسترينت وبحط رولر وبعمل اوكي. انا بعرف انه عند النقطة F في عندي fixed فبختار النقطة F وبعمل assign joint restraint وfixed وبعمل اوكي. هيك رسمت السكشنز ورسمت المنبر وعملت assign للسبورت. هلا بدي اعمل assign للسكشن. بعمل select all وبعمل assign فريم سكشنز وبختار اسمه بيم 400 ب700 وبعمل اوكي. هي هيك ايش عملنا؟ عملنا اساين للسكشن. هلا الخطوه اللي بعديها نعمل اساين للود. اللود عندنا متنوعه. في عندي ديستريبيوتد ديد لود قيمته 25 على كل الجسر. في عندي ديستريبيوتد لود على كل البيم من اللايف 20 كيلو نيوتن بير متر. في عندنا مثلث في سبان سي دي عند السي 40 كيلو نيوتن متر وصفر عند الدي من اللايف لود. في عندي كونسنتريتد في سبان بي سي قيمته 100 كيلو نيوتن لتحت. وفي عندي عند السبورت اي مومنت قيمته 30 كيلو نيوتن متر. هلا خلونا نبدا اول شيء بالديستريبيوتد ديد لود. بعمل سيلكت اول وبروح على الساين فريم لود بضل رايح على ديستريبيوتد. من الديد قيمة الحمل اتفقنا انها قيمتها 25 وبروح من اللود ديد عند يونيفورم لود 25 وبعمل اوكي. هاي دخلنا الديد لود. ندخل اللايف لود برد اعمل سيلكت اول او بعمل بريفيس سيلكشن وبروح بعمل اساين فريم لود ديستريبيوتد بدال الديد لايف وقيمتها 20 كيلو نيوتن متر وبعمل اوكي. الان دخلنا الديد ديستريبيوتد واللايف ديستريبيوتد. الخطوه اللي بعديها بدي ادخل اما المومنت او الاكسيال فورس او الكونسنتريتد فورس او المثلث. نبدا بالمومنت. المومنت عند النقطه A. المومنت حسب الرسم الموجود في دفاتركم بتكون باتجاه خارج من الشاشة باتجاهي خارج الشاشة. فبروح بعمل assign joint load forces بدي ادخل المومنت
المومنت اول اشي من اللايف، بروح بكبس على السهم وبعمل لايف. المومنت باتجاه الواي، الواي بيكون باتجاهي انها كنا بنعرف انه الواي الموجب في السهم بيكون داخل الشاشة، خارج من الشاشة بيكون اذا سالب. قيمته 30، بحط قيمة 30 وبعمل اوكي، بكون هيك دخلت المومنت. الان بدي اروح ادخل كونسنتريتد لايف لود، بختار سبان بي سي، بروح على اساين فريم لود، في امر اسمه بوينت لود. برضو هذا الحمل مش من الديد، من اللايف. في قدامي خيارين، يا اما بحط ريلاتيف ديستانس فروم اند اي او ابسولوت ديستانس فروم اند اي. خلينا احنا نشتغل على ابسولوت ديستانس فروم اند اي. ابسولوت باخذ المسافه التراكميه من بدايه المنبر، ريلاتيف باخذ المسافه النسبيه لطول المنبر كله. هلا احنا بنعرف انه اللود موجود على مسافه 2.5 متر، وقيمه اللود قيمته 100. بحط 2.5 وبحط 100 من اللايف لود وبعمل اوكي. هلا نيجي على سبان سي دي، في سبان سي دي في يونيفورم لود، بعمل اساين فريم لود ديستريبيوتد، وشكله كايش؟ كمثلث. من ايش؟ من اللايف. بروح بختار اللايف، وصلت انه الساب حاطط لي قيمه تحت بصفرها، وبحط ابسولوت ديستانس او ريلاتيف ما بتفرق. المره اللي فاتت عملنا على ابسولوت، فاذا بدي اعمل ابسولوت عند الصفر كم القيمه عندي؟ 40. وعند 3 متر كم القيمه عند نهايه المنبر؟ صفر. اذا بدي اروح اعمل ريلاتيف بروح حاط عند الصفر 40، وعند الواحد صفر، لانه انا بعرف انه انا عند طول المنبر 3 متر، على بعد 3 متر قيمة الفور صفر، ف 3 على 3 بيطلع عندي 1. وبعمل اوبشن اد تو ذا اكزيستنج لود وبعمل اوكي. هي هيك دخلت كل الاحمال. بدي اتاكد انه الاحمال مضبوطة عندي، بروح على 3 دي وبعمل ديسبلاي شو لود الساينز فريم كيبل. من الديد انا حاطط بس 25 كيلو نيوتن لتحت. من اللايف ديسبلاي شو فورسز فريم كيبلز. من اللايف حاطط كل اشكال الاحمال اللي احنا اتفرجنا عليها. وبنتبه انه المومنت راسه سهمين، والكونسنتريتد فورس راسه سهم واحد. بنرجع لك زد. هيك دخلنا الاساين للسكشنز وللسبورتس وللودز، وصلنا للخطوه اللي بعديها اللي هي الانالايز. فبروح على الانالايز وبعمل ست انالايز اوبشن. بالست انالايز اوبشن بدي اختار الانالايز اوبشن اللي نعرفها. كلكم بعرف انه البيم عليه فقط فيرتيكال وعليه روتيشن. الفيرتيكال بتكون باتجاه يو زد، والروتيشن باتجاه واي. فبحذف كل شيء وبخلي يو زد وبخلي روتيشن واي، لانه انا بعرف ان الفيرتيكال في الساب بيمثل يو زد، والروتيشن بيمثل حوالين المحور اللي غايب عندي في المنطقه هاي اللي هو ايش؟ الواي. فبخلي يو زد وار واي وبعمل اوكي. بروح بعمل انالايز ورن انالايسز. احنا كنا بنعرف الديد لان احنا عرفنا، كنا بعرف اللايف لانه احنا عرفنا. المودل احنا ما بنعرفه، المودل الساب تلقائيا منه لحاله دائما بعرفه. معنى كلمة مودل مزاجي، فهذا التحليل مزاجي يعتبر، بعطيك نتيجة المود او شكل الانهيار للمنشأة تبعي. فاذا انا شغلت المودل اناليسز بعرف كيف شكل الانهيار تبعي. فاذا انا شغلته اذا صار شكل الديفليكشن شيب للبيم بهذا الشكل، شو راح يصير عندي؟ انهيار. هذا مهم جدا في الدايناميك اناليسيس مش في الستاتيك اناليسيس. فمشان هيك بدي اعمل رن دو نوت رن ناو، واعمل رن ناو للموديل اللي عندي. هيك بكون انا عملت رن للموديل اللي عندي. الان وصلنا لعند عملية التشيك على الموديل. هلا اول تشيك احنا في العادة بنعمله هو عبارة عن ستارت انيميشن. عمل تشيك ستارت انيميشن لازم اتفرج على الديفورم شيب. فمشان هيك بروح على ديسبلاي شو ديفورم شيب. حكينا المرة اللي فاتت انه احنا بنتفرج على السيرفيس لود كومبانيشن للديفورميشن. فبنعمل اوكي، بنختار السيرفيس، بنعمل ستارت انيميشن. لما نعمل ستارت انيميشن بنلاحظ انه الشكل بيتحرك بشكل كومباتبل، كل قطعة بتتحرك مع القطعة الثانية. فبالتالي التشيك الأول بيكون مظبوط.
إذن أول تشيك هو عبارة عن compatibility منقيسة عن طريق start animation. التشيك الثاني هو عبارة عن counter balance أو equilibrium، لازم أتأكد إنه الحمل اللي أنا دخلته مساوي للحمل اللي بعطيني إياه الساب. فلو أخذت أي load combination وحسبت لها لازم يطلع النتيجة مجموع الرياكشنز اللي عند السبورس اللي عند الرولر والرولر والرولر والفيكس. هلأ في الساب عمر بعطيني قيمة مجموع الرياكشنز مع بعض بدل ما أقعد أجمعهم على الآلة الحاسبة، بعطيني الأمر النتيجة جاهزة. فلو أخذنا على سبيل المثال اللود كومبانيشن، اللود كومبانيشن 1.2 ديد زائد 1.6 لايف، وحسبنا مجموع القوى اللي دخلناها. احنا دخلنا الديد لود بهاي اللود كومبانيشن لازم أضربه بواحد واثنين، واللايف لود لازم أضربه بواحد وستة. فلو أنا أخذت الديد لود، الديد لود كان عندي عبارة عن 25 كيلو نيوتن، فبحكي 1.2 ضرب نفتح كوست 25 زائد الديد لود، برضو بيشمل وزن المنشأة نفسه اللي هو 0.4 في 0.7 ضرب كثافة المادة اللي هي 25 ضرب هذا ايش الوزن للمتر الطولي. المحصلة بضربها بالطول كله اللي هو عبارة عن 21 متر، فبالتالي هيك عرفت مجموع التوتال ديد لود زائد اللايف لود راح اضربه بواحد وستة، بحط واحد وستة ضرب نفتح قوس ونشوف الاحمال اللايف. حطينا احنا 20 كيلو نيوتن لايف في طول 21 متر، زائد حطينا حمل مثلث قيمته نص ب40 ب3 متر، زائد الحمل الاخير اللي حطيناه كونسنتريتد لود قيمته كانت 100. لو جمعناهم هدول الاحمال عوضناهم في الالتيميت فراح يطلع معنا لازم يعطينا نفس الرقم اللي بعطينا اياه الساب. بلاحظ انه المومنت اللي كان موجود عند النقطة اي هون على الطرف انا ما اخذته بعين الاعتبار، لاني انا بجمع محصلة اتزان من القوة. لو طلعت النتيجة راح يطلع معي الرقم 1734.4. هذا حساب يدوي، لازم اتأكد من الساب انه بعطيني الرقم 1734.4. فبروح على قائمة ديسبلي وبضلني نازل على شو تيبلز. طبعا حكينا في طريقتين لنشوف مجموع الرياكشن. الطريقة الأولى بتفرج على الرياكشنز وبجمعهم بالآلة الحاسبة، أو باجي على الأمر اللي بدي اختاره هلا اللي بعطيني مجموع الرياكشن جاهز، فبعمل ديسبلي شو تيبلز. هلا في ديسبلي شو تيبلز بجيب لي هون اناليسز ريزلتس. آخر واحدة في الاناليسز ريزلتس اسمها ستراكشرال اوتبوت. لو قبست على الزوائد اللي في جنبها في اخر شيء راح يحكي لي تيبل بيس رياكشن. ايش يعني تيبل بيس رياكشن؟ راح يعطيني الساب جدول بيحتوي على البيس رياكشن، فبختار التيبل بيس رياكشن وبروح بعمل سيلكت لود كيس. احنا حسبنا رقم 1734.4 على اللود كومبينيشن 1.2 ديد زائد 1.6 لايف، فبختارها وبعمل اوكي وكمان مره اوكي، معطيني الرقم الفورس جلوبال 1734.4. اذا التشيك الاول كان اسمه كومباتيبلتي، تاكدنا انه اوكي. التشيك الثاني كاونتر بالانس اللي هو الايكوليبريم، تاكدنا انه اوكي. ضل علينا التشيك الثالث. التشيك الثالث عباره عن سيجما ابسيلون ريليشن شيب او كونستيتيف ريليشن شيب. هذا التشيك نتاكد فيه انه العلاقه بين ستريسز وسترينز از اول رايت. استريسز وسترين الكيرف اللي اخذناه في ميكانيكا المواد بتعامل مع الانترنال فورسز، يعني ده اعمل التشيك الثالث سيجما ابسيلون ريليشن شيب لازم اعرف الانترنال فورسز داخل المنبر. في التشيك الاول اللي اسمه كومباتيبلتي تاكدنا من الديفورميشن، لما عملنا ستارت انيميشن تاكدنا من الديفورميشن. في التشيك الثاني اتاكدنا من القوة وبالتالي اتاكدنا من الاستريسز. هلا في التشيك الثالث نعرف القوة الداخلية. هلا إذا القوة الداخلية مقسمة لأربع أنواع، إما أن تكون أكسيال فورس أو شير فورس أو بندنج مومنت أو تورجن. إذا عرفت أي قيمة منهم والساب أعطاني نفس القيمة فإذا أنا بتأكد إنه النتائج مالها بتكون صحيحة. هلا نيجي للتشيك نعرف أي قيمة ناخذ. كنا باقي يعرف إنه في المنطقة هاي عند السبورت A عند النقطة الأولى كان في عندي مومنت قيمته 30 كيلو نيوتن.
إذن لما أقرأ من الساب من اللايف لود لازم أقرأ 30 كيلو نيوتن، أو لو رحت على الألتيميت 1.2 ديد 1.6 لايف لازم أقرأ رقم عند المومنت 1.6 ضرب 30 اللي هو عبارة عن 48 كيلو نيوتن. فكيف بتفرج على المومنت؟ بروح على ديسبلي شو فورس ستريسز فريم كيبلز، واحنا اتفقنا انه من الالتيميت 1.2 ديد زائد 1.6 لايف مومنت 3.3 ونخليها في الدياجرام ونعمل اوكي. نيجي نقرا الرقم هون، الساب تلقائيا حط لي رقم ناقص 48. ناقص 48 قيمة 48 هي القيمة اللي بتوقعها، اذا بالنسبة للكونسنتريتد مومنت مظبوط. هلا فعليا لازم اعمل تشيك على كل سبان من السبانات الموجودة عندي، لازم اعمل تشيك على كل سبان من السبانات الموجودة عندي. ولكن اذا انا كنت متأكد ان التشيك الاول انه اشتغل مظبوط والتشيك الثاني اشتغل مظبوط فبكفي اعمل على سبان واحد. هلا السؤال اللي بنسأل كيف بدي اعمل تشيك على سبان فيش فيه كانتيليفر، يعني كانتيليفر سين نعمل له لو كان سبان سمبل. فخلينا ناخذ السبان الاقصى اليمين كمثال. في سبان الاقصى اليمين لازم انا اعرف قيمه الانترنال فورس، ونحن ندعي انه الانترنال فورس اسهل انترنال فورس تطلع هي قيمه المومنت. كيف بطلعها؟ بروح اعمل سمبل سبورتد بيم، بعمل سمبل سبورتد بيم من سبان واحدة طولها هي المسافة بين اي و اف، وبحط عليها نفس شكل الحمل. في المنطقة اي و اف في عليها حمل فقط ديستريبيوتد، فبحط سمبل سبورتد بيم بحمل ديستريبيوتد وبحسب منه المومنت في السنتر. لما يكون انا عند البيم سمبل سبورتد بيم المومنت في السنتر راح يطلع دبليو ال سكوير على 8، فبالتالي بروح احسب المومنت في السنتر من دبليو ال سكوير على 8. هذا الحسبة اليدوية، خلونا نعمل هالحسبة اليدوية. احنا عندنا في سبان هاد في عندي ديد لود مدخل ولايف لود، خلينا برضو ناخذ من الالتيميت 1.2 ديد وال 1.6 لايف. ايش بروح اعمل؟ بروح احسب الديد لود واللايف لود كديستريبيوتد لود كم قيمتهم، بنحط 1.2 كل رقم في الديد، في الديد دخلنا رقم 25 زائد الاون ويت 0.4 في 0.7 في 25 زائد 1.6 في اللايف لود اللي قيمته 20 دخلنا، فبيطلع عندنا ديستريبيوتد لود 70.4 في 10 كيلو نيوتن بير متر رن. تاني نحسب المومنت في السنتر، المومنت في السنتر حكينا دبليو ال سكوير على 8، دبليو انا عندي 70.4 في ال سكوير المسافة بين اي واف وكانت 6 متر تربيع تقسيم 8، فالرقم بيطلع معي المومنت 316.8 في 10 كيلو نيوتن متر. اذا انا بتوقع انه مجموع المومنت في السبان اي واف بده يساوي 316.8 في 10 كيلو نيوتن متر. هلا توزع راح يكون متوزع ايش على السبورت ايش على البيم ايش في نص السبورت، لازم نشوف كيف نحسبه عن الساب. تحسبه عن الساب بروح بعمل واتفرج على المومنت، جينا جبنا الرقم هذا من المومنت 316.8، فبروح على المومنت ونلاحظ انه رسمة المومنت موزعة هون طالعة عند السبورت هون عند السبورت. هلا بروح بتفرج بما انهم عند التو سبورتس بنفس الاتجاه اثنين حمر، فبروح بعمل اجمع الرقمين اللي عند التو سبورتس مع بعض. هلا بدي بتفرج على السبان الاخير عندي هون، في سبان اي واف بتفرج على المومنت، المومنت بالاتجاهين في الحالتين عند التو انت لفوق، والدليل انه لفوق انه لونهم هون عندي ايش احمر. فاذا تعمل التشيك الثالث
بروح احسب الحسبة اليدوية اللي عملناها، ان مثلناها في سمبل سبورتد بيم وطلعنا المومنت اللي في السنتر اللي طلع لنا 316.8. هلا تاني ما احنا تشكلنا من مومنت من الساب، فايش بعمل؟ بجمع المومنتس اللي على الطرفين بما انهم نفس اللون ونفس الاتجاه، بعطيهم جمع. فالرقم الاول عبارة عن 182.26 زائد الرقم اللي على الجهة الثانية اللي قيمته 225.25. بجمع الرقمين اللي على الطرفين وبقسمهم على 2، يعني جمعت 182.26 زائد 225.25 وقسمتهم على 2 وبجمع لهم الرقم اللي بالنص. تعال اجيب الرقم اللي بالنص، بعمل رايت كليك على المنبر وباجي بحط هون لوكيشن 3 متر. فاذا عملت هذا اللوكيشن 3 متر راح اكتشف انه المومنت اللي في النص عبارة عن 113.05، فراح يطلع معي الرقم 316.805. بالنسبة ل 316.8 ماله الرقم قريب جدا. اذا بالتالي بتأكد انه الساب على سبان هارد شغال صح. بقية السبانات بعمل نفس الطريقة، الاشي الوحيد اللي بختلف قيمة المومنت اليدوي. مثلا في سبان هون كان في عندي مثلث، حمل مثلث، وبرسم سمبل بيم بحط فيه ديستريبيوتد لود وحمل مثلث. في سبان هارد كان في عندي ديستريبيوتد لود وكونسنتريتد، فبرسم سمبل بيم ديستريبيوتد لود وكونسنتريتد. وهيك بنكون خلصنا عمل التشيك. الان بعد ما خلصنا عملية التشيك لازم هلا نبدأ عملية التحليل. اذا اكدنا انه نتائج الساب صح، لو عملنا ريفريش للمعلومات اللي احنا عملناها، خلصنا الديفاين جريد، خلصنا الديفاين ماتيريالز والسكشنز واللود باترنز واللود كومبينيشنز، رسمنا عملنا اساين للسكشنز وللود وللسبورز وحللنا وعملنا التشيكس. هلا بدنا نقرا النتائج. اول نتيجة بتلزمنا في التحليل نقرأ قيمة الرياكشن، فبروح ديسبلاي شو فورس ستريسز على الجوينتس. طبعا احنا الرياكشنز بقرأهم من الانفلوب، بقرأ الرياكشنز من الانفلوب لانه احنا اتفقنا انه كل اشي بقرأه من الانفلوب او من تو التيمت ما عدا ديفليكشن بقرأه من السيرفيس. طبعا بروح بديش اتفرج على النتيجة باسهم، بروح اقيم الصح من هون وبعمل اوكي. فالارقام اللي بعطيني اياها الساب عند كل سبورت اكبر قيمة رياكشن، يعني عند الفيكس اللي هون بعطيني اكبر قوة في الفيرتيكال واكبر مومنت. اف تعني فورس وتلات تعني بالزد وام تعني مومنت وتعني بالواي، لانه احنا كنا بنعرف انه المومنت بظهر في المحور الثالث اللي مش مبين عندي حسب المحاور الموجود عندي هون. اذا صفى انه انا عندي المومنت هون قيمته 225 كيلو نيوتن اكبر قيمة مومنت. لو فرجنا على الرياكشن هون اكبر قيمة رياكشن هي عبارة عن 458.9، وهكذا بقرأ قيمة الفورسز في كل محور فيهم. بعديها الاشي الثاني المهم عندنا نقرأ عبارة عن الاكسيال فورس. احنا بنتوقع الاكسيال فورس في هذا البيم يكون صفر لانه اسمه بيم. طبعا الاكسيال فورس برضه بنقرأه من الانفلوب، وخليه هون في ما راح تفرق معنا. فاعطاني القيم كلهم صفر برضه من التورجن. فبروح بعمل ديسبلاي شو فورس ستريسز فريم كيبلز ومن التورجن، والتورجن برضه بقراه من الانفلوب. الاشي الوحيد اللي بقراه من السيرفيس هو عبارة عن الديفورميشن، فبرد اقرا التورجن وبرضه بقرا قيمته صفر. بعد ما اخلص كل هاد ضل عندنا الشير والمومنت. فبنروح نتفرج على الشير، بنروح ديسبلاي شو فورس ستريسز على نفس الصفحة كل الأوامر فريم كيبلز، بروح على الانفلوب وبروح على شير 2 2.
وخليها في الدايجرام خلينا نشوف الشكل بالالوان. راح نلاحظ انه الساب اعطانا لون اصفر ولون احمر ولون ازرق. اللون الاصفر واللون الاحمر اللي احنا متعودين عليهم بالانشاءات من الديد لحالها من اللايف لحالها، الساب بعطيني اياهم بشكل تلقائي. لو اجينا تفرجنا على اوبشن ويندوز 3 ونعمل نافذة من النوافذ، نعمل نافذة من النوافذ، نفرج على الشير فورس من الالتيميت الاول، والنافذة الثانية نعمل نتفرج على الشير فورس من الالتيميت الثانية. لانه احنا حكينا الانفلوب عبارة عن بختار الاكبر من الالتيميت الاولى والالتيميت الثانية، فخليه يرسم لنا اياهم ونشوف. لو اجينا قرانا عند نقطة مثلا عند هاي النقطة، قبسنا رايت كليك على المنبر وظليت محرك عكس اليمين، بلاحظ انه هون في نقطة زهرية اجت عند النقطة اللي بدي اقرا عندها. فالساب اعطانا قيمتين، القيمة الأولى 334.7 والقيمة الثانية 170.9. إذا حكينا مظبوط انه الانفلوب بختار أكبر قيمة، لازم تكون وحدة فيهم من اللود كومبينيشن الأولى والثانية من اللود كومبينيشن الثانية. فخلونا نعرف كل رقم من اي لود كومبينيشن جاي. اذا في عندي تو رقمين، واحد 334.7 واحد 170.9. خلينا نشوف ال 334 من جاي، هل جاي من هون ولا ال 170 جاي من هون؟ فبضلني محرك اقصى اليمين، بلقى الشير هون 170، هاي من اي التيميت 1.4 ديد. اذا الرقم 170 اللي مختاره الانفلوب في الارقام، في الارقام عبارة عن ال 1.4 × 10 ديد. طيب اذا الثاني 330 جاي من اللود كومبينيشن الثانية، فاذا لاحظت بلقاها 334.7 كيلو نيوتن. اذا هيك صفى انه الانفلوب بحسب الرقمين وبحط لي اياهم. اذا الرقمين اللي معطيني اياهم الانفلوب عند النقطة هو عبارة عن اللود كومبينيشن الأول ناتج اللود كومبينيشن الأول ناتج اللود كومبينيشن الثاني. إذا نستنتج إنه الألوان هاي الأصفر والأحمر زي ما احنا تعودنا بالإنشاءات، واللون الأزرق اللي راسمنا إياه الساب عبارة عن الفراغ اللي بين الرقمين تبع اللود كومبينيشن الأول واللود كومبينيشن الثاني، والساب مختار لونه أزرق مشان يبين لي إنه أنا عندي اذا صممت على لود كومبينيشن معينه ممكن يكون لود كومبينيشن ثاني مش في السيف سايد. فمشان هيك طلع امر الانفلوب مشان يحكي لي على اي على ايش اصمم، وين يكون الكريتيكال عندي. طيب هيك قرانا الشير، خلينا نقرا المومنت ديسبليس وفورس ستريسز فريم كيبلز مومنت 3 والدايجرام. ما راح نقرا قيم، بس الرسمه هاي تشبه رسمه المومنت اللي احنا بنشوفها في كتب الانشاء في كتب الخرسانة، لانه كتب الخرسانة رسمة المومنت فيها بتكون بالشكل الموجود قدام، وهذا سميناه مومنت انفلوب. وزي ما حكينا المومنت انفلوب بعد اكثر اشي كريتيكال عندي، فبقدر اصمم على اعلى نقطة موجودة عندي او اوطى نقطة موجودة عندي وبكون ساعيتها بالسيف سايد. هلا السؤال المهم، هلا ضل علينا نقرا ديفليكشن. احنا طلبنا الديفليكشن منكم عند النقطة A اللي موجودة في نص المنبر بي سي. فتاني نقرا الديفليكشن بنروح على ديسبلاي شو ديفورم شيب، وبنروح من السيرفيس ونعمل اوكي. لو اجيت عند نص المنبر ما بقدر اختار اي نقطة، ما بقرا للديفليكشن. السبب انه لازم تا يقرا للديفليكشن لازم تكون في عندي نقطة معرفة. طيب ايش اللي عملته نحل هاي المشكلة؟ العمل لحل هاي المشكلة ببساطة يكمن في اني اروح اقسم النقطة ها هذا المنبر، اقسمه واحط نقطة هون، او اروح اقرأه من المومنت. فانا بدي اقرأ ديفورميشن من المومنت، فبروح ديسبلاي شو فورس ستريسز فريم كيبلز من السيرفس، ان انا نقرأ ديفليكشن من المومنت 3 نعمل اوكي، وبعمل رايت كليك على المنبر وباجي عند اللوكيشن. اللوكيشن تبع النقطة ايه هي عبارة عن 3.5 نص المنبر، والديفليكشن موجود اخر واحدة تحت، وبحطها ابسوليوت.
هلا اذا حطيت ابسولوت قيمه الديفليكشن انا عندي 0.003366 متر، يعني لو حولت الوحدات هون 3.6×10 بالمتر. اوكي اذا هيك قرانا قيمه الديفليكشن. هلا لو انطلب مني الروتيشن عند هاي النقطه لازم اضطر اقسم المنبر، فخلونا نقسم المنبر. تا اقسم المنبر لازم افك القفل واختار المنبر الموجود عندي واعمل له edit lines divide frames. واحنا حكينا نقسم قطعتين، كل قطعة بتساوي القطعة الثانية لانه احنا رايحين نقسم من النص. فبعمل اوكي، تلقائيا راح يعرف لي الساب نقطة عند النقطة A. بعمل analyze run analysis وبعمل run now وبروح بتفرج على الديفورميشن. بس الديفورميشن احنا بنقراها من ايش؟ من ضمنا من السيرفيس. هلا النقطة ايه؟ في عندي نقطة ايه؟ لو كبست رايت كليك عليها بعطيني قيم الديفورميشن، وبالتالي عملية التحليل بشكل كامل هيك نكون انهيناها. الخطوة اللي بعد التحليل دائما بتكون هي عملية التصميم، ولكن قبل ما ابدا الخطوة هاي في امر حلو لو نتعرفه. احنا بنعرف انه المومنت بنقرأه على الفيصل كولوم. هلا المومنت احنا عندنا السبب رسمنا اياه من سنتر السبورت. في المحاضرات الجاي بنكون راسمين احنا الكولوم، فالسبب يبقى عارف قديش ابعاد الكولوم. محاضرة اليوم لنفترض انه كل سبورت من هاي السبورت عبارة عن كولوم سماكتها نص بنص. اذا تا اقرأ المومنت على الفيصل كولوم لازم ازيح من نص السبورت الاول ونص السبورت الثاني وهكذا لحد ما يصير عندي رسمة المومنت انفلوب اللي بنشوفها تماما وفعليا في كتب الانشاءات. خلونا نعمل على سبان الاول هاد. بختار سبان الاول وبروح على الساين فريم وايندينج اوفسيتس. وهي الخطوة زي ما حكينا ده ما بتأثر على النتائج، ولكن انا اذا كان مشروع التخرج انشاءات وبدي اقرا المومنت على الفيس، فبلزمني بدل ما اعمل رايت كليك على المنبر واروح اقرا عند الفيس، اروح اعمل هذا الامر وخليه يديني الساب مباشره قيمه المومنت عند الفيس. فبروح على اند لينكد اوفست. لما اكون معرف الكولومز بروح على اوتوماتيكلي فرام كونكتيفيتي، الساب منه لحاله بفهم. اما هلا الساب بفهمش القصه هاي، فاحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط قيمة السبورت الأول إنه يرجع السبورت نص بنص، يعني يرجع 25% من السبورت الأول و 25% من السبورت الثاني. فبالتالي عند إند أي بدي أحط 0.25 وعند إند الثاني 0.25. إذا هي خلصنا السبورت الأول. عند السبورت الثاني بدي أعمل أساين فريم إند لينك أوفست. الاند اي بديش اياها تتغير، انا بدي ارجع من عند الاند جي. عند السبورت الثالث فبرضه بنرجع على الساين فريم اند لينكد اوفست. انا بديش السبورت عند النهايه، بدي عند البدايه. نيجي على السبورت الرابع وبنيجي عند النهايه لانه عند النهايه. اذا بستنتج انه كل سبان لازم اعمل لحاله، او اذا كان كلهم، اذا كان البيم مرسوم فقط قطعه واحده فبتكفيني احددهم كلهم واحطهم الرقمين مع بعض. اذا هون انا عند البدايه، وهون انا موجود عند النهايه. بعمل اوكي وبعمل رن ناو. وخلونا نتفرج على المومنت من الانفلوب. نعمل اوكي. وهي رسمة المومنت دايجرام اللي بنكون شايفينها بكل كتب الانشاءات او كل كتب الخرسانة. اذا المومنت دايجرام مومنت انفلوب الرسم الموجود عندي للقطعة هاي. الآن باقي علينا عملية التصميم. هلا في التصميم كل عام أوامر التصميم بتتم عن طريق قائمة ديزاين. فبروح على قائمة ديزاين
احنا المادة اللي عندنا نوعها كونكريت، في قائمة ديزاين بخيرني اذا بدي اصمم ستيل، اذا بدي اصمم كونكريت، اذا بدي اصمم الومنيوم، اذا بدي اصمم كولد فورم ستيل فريم ديزاين. هلا في مساك ستيل راح تتعلم كيف تستخدم ستيل فريم ديزاين. هلا احنا المساك عندنا رينفورس كونكريت، فبروح على كونكريت فريم ديزاين بختار اول وحده. هلا عملية التصميم الساب مش برنامج للفلسطينيين ولا للامريكان لوحدهم، الامريكان عملوا البرنامج هذا حتى يشمل كل العالم، فحطوا كودات كل العالم. فبروح على View Revised Preferences، بختار الكود اللي عندي اللي هو IBC في نهاية 2009، فبروح بختار ACI 318.08 IBC 2009. ACI اختصار للأمريكان كونكريت انستيتيوت 318 رقم الكوميتي 08 تاريخ الإصدار، هذا الكود المستخدم في حساب الأحمال. IBC 2009 كود التصميم، IBC 2009 عبارة عن كود التصميم اللي صادر سنة 2009، وبعمل أوكي. بكمل، بعمل ديزاين، بكمل في أوامر الديزاين. بتاكم أوامر الديزاين لازم أحدد نوع المنشأ عندي. المنشأ إحنا اللي عندنا من إياه يكون عبارة عن سوي أوردينري، من إياه يتحرك بس حركة قليلة. هلا فتاني نجي نختار الفريمينج تايب، لازم أكون مختار الشكل سيلكت أول ديزاين كونكريت فريم ديزاين، بروح على فيو ريفايز اوفر رايس. تاني أمر فيهم اسمه فريمينج تايب، بكبس على فريمينج تايب بعطيني خيارات سوي سبيشال سوي انترميديات سوي اوردينري نون سوي. هلا منشآت بلادنا بتكون فعليا فيها حركة بس مش حركة كبيرة، فمشان هيك بدي اعتبرها سوي اوردينري. إذا بدي المنشأ إذا أجت عليه قوة أفقية يتحرك حركة كبيرة بعمل سوي سبيشال، إذا بديش إياه يتحرك حركة كبيرة بعمل سوي اوردينري. طبعا يفضل إنك تحط حركة متوسطة بينهم، فيفضل إنك تشتغل كسوي انترميديت. ولكن إحنا في مساقات الخرسانة بنعلم إنه وين ما في عندي مومنت بحط حديد، وهذا الأمر اسمه سوي اوردينري. فإذا بدي أحصل على نفس النتائج لو حليته حل يدوي حسب المساق الخرساني واحد اللي اخذناه، فبدي اضطر احط المنشاه تبعي سوي اوردينري. فبختار سوي اوردينري وبعمل اوكي. بعديها بروح اعمل ديزاين كونكريت فريم ديزاين سلكت ديزاين كومبينيشنز. احنا عرفنا هون لود كومبينيشنز، عرفنا الانفلوب والالتيميت والالتيميت. فتحت بلقى انه حاطط لي صح على اوتوماتيكلي جنريت كود بيت ديزاين دوت كومبينيشنز، فاحنا بدناش عملنا اياهم اوتوماتيكلي، بدي الغي هذا الصح وبدي اخليه يستخدم ديزاين لود كومبينيشن من اللود كومبينيشن اللي انا عرفتهم. هلا قدامي خيارين، يا اما بدخل الانفلوب لحالها وبخليه يصمم عليها، او بخليه يدخل الالتيميت 1.2 ديد وال 1.6 لايف والالتيميت 1.4 ديد لحتتين مع بعض وصمم على اساسهم. طبعا انا بفضل ندخل الانفلوب لانه هيك بكون مدخل بس لود كومبينيشن واحده. بحط الانفلوب وبعمل اوكي. هلا نبدا عمليه التصميم، بروح على ديزاين كونكريت فريم ديزاين ستار ديزاين جيكوفي ستراكشر. الساب تلقائيا بعطيني ارقام فوق الخط وارقام تحت الخط. الارقام اللي بعطيني اياهم الساب لو حاولنا نشوف ايش كاتب العنوان هون، بنقدرنا الرينفورسينج اريا، يعني هاي عبارة عن الاريا اوف ستيل. اذا الارقام بعطيني اياهم الساب اريا اوف ستيل. طبعا احنا الاريا اوف ستيل يا اما نستخدم وحدة السنتيمتر يا وحدة المليمتر، خلونا نقرأهم من وحدة المليمتر. فبلزمني كمية حديد، أكبر كمية حديد لازمتني أنا هون شايفها هي عبارة عن 1697. فإذا أكتر منطقة بدي أصمم عليها عبارة عن إيش؟ 1697. هلا طريقة تفريد الحديد بفردهم زي ما أخذتهم في مساقات الخرسانة، أو زي ما بتعرفوا مساقات الخرسانة، او زي ما عملنا عندكم بالمحاضرة. روحنا بنرسم البيم وبحط عندي حديد علوي عند السبورت قيمته 1414 السبورت الايمن،
وعندي حديد علوي عند السبورت الثاني قيمته 624 او 841. طبعا باخذ 841 لانه اكبر من 624، فباجي بصمم انا كل منطقه حسب الحديد اللي عندها. فبروح عند السبورت الايمن بقرا رقم 1414 ومن الجهه الثانيه 1430، هذول الحديد واحد لازم يكون، فبروح بصمم على 1430 مليمتر مربع. بالجهه الثانيه حديد علوي 624 841، هذا حديد واحد، فبروح بصمم على الاكبر اللي هو 841 مليمتر مربع. حديد سفلي بلزمني اكبر قيمه، لانه احنا في بلادنا بنحط حديد علوي عند السبورت، حديد سفلي بنحط حديد مينيمم في النص علوي. الحديد السفلي بنمده من اول الجسر لاخر الجسر، فلو احنا اخذنا 1697 وصممناها على ما اعتقد بيطلع معنا 5 فاي 22، ويفترض انه نعمل على هذا الرقم تشيك. هيك خلصنا عملية تصميم الاريا اوف ستيم. هلا بدنا نشوف تصليح الكنات، فبروح على ديزاين كونكريت فريم ديزاين ديسبلاي ديزاين انفو. بدل ما اختار اللي بدنا الرينفورسينج عندي هون، بختار مكانها شير رينفورسينج وبعمل اوكي، وبعطيني الساب خط فوقي ارقام. كل رقم من هدول الارقام عبارة عن الشير رينفورسينج اريا بير يونت لينك، يعني اي في على اس. لو اخذنا سبان معين مثلا سبان نبشر عليه هون، اكبر رقم فيهم 0.747، اذا عبارة عن اي في على اس بتساوي 0.747. طب احنا الكائنات بتكون في العادي يا اما فاي 8 يا اما فاي 10، فلو اخذنا انها فاي 10 اي في بتكون 157 مليمتر مربع. بقسم هذاك الرقم على هذا الرقم بطلع معي سبيسنج. بس بنتبه انه الرقم اللي معطيني اياه ساب هون موجوده على السنتر السبورت، واحنا بنعرف انه الشير موجوده على مسافة دي من السبورت. شو دليلنا انه موجوده على مسافة سنتر السبورت؟ لو عميت على المنبر رايت كليك ورحت قريت عند اخر مسافة معطيني اياها 0.747، اخر مسافة هاي نهاية الكولوم نص السبورت. طيب لو احنا بدنا نقرأ الشير على مسافة دي، فانا يفضل نعرف مسافة دي وبدي اعرفها، فايش بروح اعمل؟ احنا بتذكر انه كان الحديد تبعنا مسافة الكنات عنا كان السكشن 70 سنتي، اذا دي تقريبا قديش بتكون حدود 600 مليمتر. فاذا بروح ارجع من 3250، 600 مليمتر تقريبا قد كم تيجي 2600، ما في عندي 2600، بس اقرب رقم عليها هي 2785 وشير ستيل قيمته 0.583. اذا انا اذا بدي اجيب سبيسنج بالضبط بقدر اجيبه، بقدر اجيب مسافة دي بكل سهولة. بدي اجيب مسافة دي بفك القفل وبعمل سيليكت اول وبعمل اساين فريم ايش اسمه اوت اوف ستيشنز. ايش يعني اوت اوف ستيشن؟ كل مسافة معينة بدي اقرا قيمة، فبروح على اوت اوف ستيشن. بعطيني الساب خيارين، يا اما اقسم الخطوط لعدد معين من ستيشن، مثلا كله قسم لي الخط ل 100 ستيشن، او بحكي لي الماكسيمم ستيشن سبيسنج. فلو حطيتها مثلا 50 بدي احط سبيسنج انا 50 واعمل اوكي، بكتب لي 50 اي سي اي سي اي سي يعني 50 مليمتر ستيشن. طيب برد اعمل رن جديد وبعمل ديزاين جديد. بدي اعمل ديزاين جديد ما بيلزم ارد اعيد الخطوات نفسهم، ما انا خلص عددتهم. فبروح استعرض ديزاين جيجو ستراكشر مباشرة وباجي على المنبر وبعمل عليه رايت كليك. اذا بنلاحظ ستيشن لوكيشن صار كل 50 يقرا لي قيمة.
احنا من نروح على مسافة دي اللي هي عبارة عن 3250 ناقص 600، فبدنا ننازل لعند 2650. قيمة الشير ستير عبارة عن بوينت 535، هاي هي اي في على اس الماكسيموم اللي بقدر اصمم عليها. بالنسبة لهي المعلومات بتكون اتمنى تكون واضحة، انه انا بدي سبيسنج معين، نقطة معينة، بروح بعرف اوتبوت ستيشن. هلا بهمني اعرف اذا تسليح للجسر اقتصادي ولا مش اقتصادي. هذا الامر بتم عن طريق ديزاين كونكريت فريم ديزاين ديسبلاي ديزاين انفو. ولكن هذه المرة بدل ما نختار لونجيتودينال رينفورسينج او الشير رينفورسينج، بروح اختار ريبار برسنتج، فبعطيني نسبة الحديد. هلا نحن اخذنا في خرساني واحد، احنا اخذنا في خرساني واحد انه التصميم الاقتصادي بيكون نسبة الحديد في السيشن بحدود 1%. احنا بنتفرج على الارقام اللي عندنا كلهم اقل بكثير من 1%، اكبر رقم فيهم 0.5%. فبالتالي بستنتج انه السكشن اللي انا حاطه عبارة عن سكشن كبير، لانه كلنا بنعرف انه رو مينيمم عبارة عن 1.4 على افيد، وحسب افيد اللي احنا حاطينه 420 ميجا باسكال بيطلع معانا الرقم هذا 0.0033، يعني 0.3%. فاذا بلاحظ الارقام اللي عندي انا معظمها تحت المينيمم، فاذا ايش لازم اعمل؟ لازم السكشن تبعي اصغره مشان يكون اقتصادي اكثر. يعني صح اني بزيد حديد لما اصغر المقطع، بس بقلل برضو نسبة باتون. هلا ما رايحين احنا نصغر المقطع، ولكن ايش الوحيد اللي نشير له؟ نسبة الحديد اللي بدنا الريبار برسنتج اللي بتعامل معها الساب مش عبارة عن اريا اوف ستيل في بي في دي اللي احنا بنعرفها لرو. رو احنا بنعرف انها عبارة عن اريا اوف ستيل على بي في دي. الساب اللي باخذها هاي بنقدرنا الريبار برسنتج عبارة عن رو اريا اوف ستيل على بي في اتش. طبعا الفرق بين القانون الاول والقانون الثاني هو اتش ودي، واحنا بنعرف انه دي بتساوي اتش ناقص الكفر، يعني بصفي انه الفرقية بينهم تكاد تكون معدومة. فمشان هيك نقدر نعتبر الرقم اللي معطينا اياه الساب عبارة عن رو. هلا اخر اشي بلزمنا نعرفه في هذا الامر، انه انا لما افوت رايت كليك على اي منبر بعطيني الساب خيارات طب ستيل، بوتوم ستيل، شير ستيل. ايش يعني؟ الحديد العلوي اللي بلزمنا، الحديد السفلي اللي بلزمنا، حديد الكانات. وبروح على اللوكيشن، طبعا صفر هاي النقطة موجود عند الطرف اللي هون في نص السبام. طب بلزمنا حديد علوي؟ ما بلزمني، فمشان هيك حاطط الساب صفر. بلزمنا حديد سفلي؟ اكيد بلزمني، مشان هيك حاطط الساب بوتوم ستيل. بلزمنا حديد كانات؟ بحكي لك اه بلزمك، قيمته اي في على اي في على اس 0.333 ملم مربع بير ملم. لو شفنا على السمري، خبسنا على امر السمري، كيف بجيب السمري؟ دي نفس النافذه بعمل صفر سمري. هاي النافذة بتكون تلخيص لكل مساق خرساني واحد، ولازم احنا نبقى عارفين كل رمز من الرموز هدول. لو حطيت الوحدات كيلو نيوتن متر وقرأت إليمنت 7، رقم المنبر 7، دي بوينت 7. ايش يعني دي بوينت 7؟ الدبث عندي بوينت 7 متر، احنا حطيناها 70 سنتي. بي بوينت 4، هذا الويدث احنا حطيناها 40 سنتي. بي اف عرض الفلانج، احنا ما في عندنا فلانج، فقديش بتكون بي اف؟ تكون قد بي للمقطع نفسه، هاي بي. اذا بي فلانج قيمتها برضه 0.4. سكشن اي دي بي 400 ب 700 ملم، اذا سكشن اي دي اسم السكشن اللي انا سميته. دي اس، دي اس صفر، دي اس بتمثل سماكة الفلانج. انا لا يوجد عندي فلانج، فمشان هيك دي اس قيمتها صفر. دي سي تي الكفر العلوي، الكفر من فوق، ودي سي بي الكفر من تحت. كومب اي دي انفلوب نوع اللود كومبانيشن اللي بقرا منها. اي الموديولات اوف الاستيسيتي،
اف بار اوف سي اف برايم اوف سي اللي احنا بنعرفها بنعوضها قوه تحمل الباطون في الكومبريشن. لايت ويت كونكريت فاكتور احنا بنعرف انه الباطون نوعين اما يكون اوردينري كونكريت او لايت ويت كونكريت. فاذا بدي اعمل لايت ويت كونكريت بغير الفاكتور هذا احنا حاطينه واحد اذا احنا بنمثل اوردينري كونكريت. ستيشن لوكيشن عند اي نقطه بقرا انا بقرا عند نقطه الصفر مره ثانيه بكرر نقطه الصفر المنبر موجود هون. طيب ال 3.5 طول المنبر 3.5 افيد 420 ميجا باسكال افيد الاستيراد 420 ميجا باسكال يعني افيد الحديد الطولي وافيد اس حديد الكائنات. فايل بيندينج معادله الفايل اللي احنا بنعرفها احنا بنعرف انه في المومنت المومنت ان المومنت ديزاين عباره عن فاي اريا اوف ستيل في افيد في دي ماينس اي على 2. فالفايل اللي احنا بنعوضها 0.9 والسبب حاطط لي فايل البيندينج 0.9 بينما فايل الشير اللي احنا بنعرفها 0.75 والسبب حاطط لنا اياها 0.75 وفايل السيزميك شير للشير الناتج عن الزلزال بيحط لنا اياه السبب 0.6 فايل التورجن 0.75. هلا نيجي نتفرج على الديزاين مومنت. هلا احنا في عنا بخر انا في نص سبان المومنت علوي ولا سفلي؟ المومنت سفلي فمشان هيك عندي بوزيتيف مومنت نيجاتيف مومنت قيمته صفر. ما في عندي سبيشال مومنت لاني انا حاطط نوع المنشأة تبعي سوي اوردينري مش سوي سبيشال. خلينا نتفرج على الاريا اوف ستيل. خلينا اريد احول الوحدات لكيلو نيوتن مليمتر نتفرج. احنا عندنا حديد احنا عندنا مومنت سفلي فبيلزمنا حديد سفلي. هاي حاطط لي البوزيتيف مومنت ريبار سفلي. في فيش عندي حديد علوي فهي النيجاتيف مومنت ريبار. مجموع هذا العمود ومجموع هذا العمود شو لازم يعطينا ريكويرد ريبار. انا ما في عندي حديد علوي بالمره فصفر زائد صفر صفر. وفي عندي حديد سفلي قيمته هون على البوتوم 1450.315 زائد صفر بيطلع 1450.315. فبالتالي الساب بعطيني كل كمية الحديد اللي بيلزمها السكشن وكيف بجيبها عبارة عن مجموع المومنت في العمود الأول زائد العمود الثاني اللي بأشر عليهم هذول الاثنين. هلا الساب بحسب لي برضه المينيمم ريبار. كيف بحسب الساب المينيمم ريبار؟ عبارة عن رو مينيمم اريا بي في دي فبيطلع مع الرقم بحدود 840.5. هلا الشير رينفورسمنت الساب بعطيني اول وحده اي في على اس اللي هي احنا طلعناها قبل شوي من الشاشه برا اي في على اس. حديد الكائنات احسب لي الفي التيميت قديش عند النقطه اللي بقرا عندها عند الستيشن لوكيشن اللي انا عنده قديش قيمه الفي التيميت. احنا بنعرف انه في التيميت بتساوي 5 في سي زائد في اس. فهي الساب حاسب لي بعديها 5 في سي اللي احنا كنا نحسبهم في خرساني واحد وحاسب لي الساب بعديها 5 في اس وحاطط لي اخر اشي في بي. هذا الفي بي اشي خاص بالتصميم الزلزالي. هلا reinforcement for torsion رايحين نحكي عنهم في درس التورجن فمشان هيك ما راح احكي عنهم. وهيك بيكون خلصنا احنا الدرس الاول اللي هو البيم. ويعطيكم الف عافيه.